الواحد بيبقى مفكر ان بداية الزواج هي الكهرباء، عارفة اللي هي ايه، حالات الطلاق بتكون اكتر بكتير، وده حقيقي انها بتكون اكتر. لكن بعد سن 50 وال55 ايه ابرز الاسباب اللي بتؤدي لقرار الانفصال او الطلاق؟ عايزه اقول ان يعني طول فتره الجواز، طول سنوات الجواز مش دليل على استقرار الحياه الزوجيه، لان زي ما حضرتك قلتي ممكن الطلاق يجي بعد 20 25 سنه. طب ايه اللي بيؤدي الى هذه النقطه؟ الحقيقه في مجموعه اسباب كتيره، من ضمنها مثلا التراكمات اللي بتحصل طول السنين اللي احنا عايشين فيها من غير ما نحلها او نعالجها. غير ان من 20 25 سنه النظره للطلاق نفسها انه وصمه عار، فاحنا مش هينفع ناخد الخطوه دي عشان محدش يبص لنا بصه وحشه. غير الخوف على الابناء وعلى مستقبلهم وعلى دراستهم، فبنأجل هذه الخطوه لغايه ما نوصلهم لبره الامان. كل طرف يعني بيحاول ان هو يستحمل على قد ما يقدر. بالظبط، بنمشي الدنيا عشان خاطر العيال. فلغايه ما يوصلوا لبر الامان، سواء بقى ان هم يخلصوا دراستهم، ان هم يتجوزوا، ان هم يشتغلوا، ايا كان بر الامان لكل طرف هيبقى ايه. غير بعد كده ان ارتفاع معدلات عمل المراه، وان هي يعني بتكسب ليها مرتب ثابت، فده بيخليها عندها القدره انها تاخد الخطوه دي في اي لحظه. بتبقى خلاص وصلت لمرحله انها مش قادره تستحمل، وان انا خلاص اديت رسالتي، فانا عايزه اعيش ما تبقى من عمري في راحة وفي هدوء وفي الحياة اللي أنا عايزة أعيشها. محدش يضايقني بقى. بالظبط، محدش يضايقني. نيجي كمان لنقطة إن ممكن الراجل يصاب بحاجة اسمها المراهقة المتأخرة، اللي هي يتجوز واحدة، المشكلات اللي بتحصل في منتصف العمر. بالظبط، يتجوز واحدة مثلا عندها 20 25 سنة، اللي هي يعني حلوة وصغيرة، دي مراهقة منتصف العمر. بالظبط. فهي لما تكتشف بقى الموضوع ده تاخد الموضوع على كرامتها، وبيبقى عندها صدمة، فاللي هي أنا عايزة خلاص الحياة انتهت خالص، ومش عايزة أي حاجة، الحياة انتهت خلاص. من ضمن الأسباب برضو حاجة اسمها إن الرصيد العاطفي بين الزوجين مفلس، مفهوش أي حاجة، مفهوش اهتمام، مفهوش مودة، مفهوش رحمة، مفهوش كلمة حلوة، مفهوش أي حاجة. فبالتالي مفيش حاجة، يعني احنا هنكمل ليه في العلاقة دي؟ وما فضلتش برضو زي ما انت قلتي، دي نقطة هامة جدا، ان هي مش لسه في بداية حياتها اللي بيها معتمدة على الراجل في ان هي تفتح بيت، ما تقدرش تعيش لوحدها. لا، دلوقتي عندها الرفاهية بعد سنوات من العمل انها ممكن تشيل نفسها، ممكن يعني تشيل نفسها وتنفق على نفسها ماديا. نيجي برضو، يعني ما ينفعش ان احنا نغفل السوشيال ميديا وجروبات النسائية المنتشرة والفضفضة بين الستات. أيوة. فانا لما ادخل واشوف نموذج قصة واحدة او قصة مجموعة سيدات خدوا الخطوة دي، فانا طب انا ليه انا كمان ما اخدش الخطوة؟ فبيديني جرأة ان انا اكتر ده، في زي حالات تانية انا مش هبقى اول الحالات. بالظبط.